يا خما يا ربي يا خما يا ربي جهنم ورنده يا خما يا ربي يا خما يا ربي السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. حياكم الله في أول أيام التشريق، إن شاء الله متجهين إلى جسر الجمرات عشان نرمي الجمرات بإذن الله تعالى. حيكون عندنا 21 حصوة حنرميها اليوم، وحنرمي أيضا بكرة مثلها. وقت الرمي يبدأ من الزوال وينتهي عند غروب الشمس، هذا في أصح الأقوال. هناك قول آخر أنه رمي الجمرات يستمر إلى الفجر، فنحن الآن حنرمي الجمرات بإذن الله تعالى، وحنتجه إلى مسجد الخيف عشان نبيت هذه الليلة بإذن الله تعالى. نسأل الله التوفيق. طيب، نحن الآن ماشيين باتجاه الجمرات. هذا الطريق هو طريق أو امتداد طريق الملك فهد، بيننا وبين الجمرات تقريبا حدود 40 دقيقة مشي على الأقدام، لأنه في عندنا حواجز كذا وقفوها هناك، فاضطرينا أنه ننزل من التاكسي وحنكمل مشي على الأقدام. بالنسبة للمبيت، المبيت الأصح أنه يعني يتحقق المبيت بنصف الليل، يعني الإنسان يحسب من الغروب إلى الفجر كم ساعة ويقسمه على اثنين، فيتحقق المبيت تقريبا بأربع ساعات إلى خمس ساعات تقريبا، ومن زاد فهو خير. ما شاء الله، نكمل طريقنا بإذن الله تعالى. شوف ما شاء الله الأمم المتجهة إلى جسر الجمرات. هذول الناس والله أعلم أنه انتهوا من الرمي فعائدين، وشكلنا حنعود نحن من نفس الطريق. والله حنرجع إذا وصلنا مسجد خيف. كيف الوضع؟ لا، نحن حنبيت يعني طبعا، لكن بعد المبيت يعني الرجوع الأفضل من هذا المكان. نحن لازم نرجع. شوفوا هنا ما شاء الله أعداد من بعيد، أعداد كبيرة ما شاء الله. لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله، أعداد كبيرة ما شاء الله. الآن جسر الجمرات في أربع أدوار،
هذا اللي هنا عندنا الدور الثاني، ونحن في الأرض كذا، وهناك الدور الثالث، وفي أظن هناك الدور الرابع. يعني في خيارات عديدة عشان ما يصير في تكدس. ما شاء الله ما شاء الله يا جماعة، هذا المسجد هو مسجد البيعة. في هذا المكان بايع الصحابة اللي هم نواة الإسلام الأولى في المدينة، 6 من الصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا لا، الشجرة في قصة ثانية في الحديبية، لكن هذا المكان اللي هي بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وعلى إثرها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أرسل أول سفير في الإسلام اللي هو مصعب بن عمير ليعلم الناس الفرائض التي فرضت في ذلك الوقت. وهذا المسجد مبني في عهد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور. لم يكن مسجدا، لم يكن مسجدا. نعم، ما شاء الله ما شاء الله، أعداد كبيرة ما شاء الله. متوجهين إلى الجمرات، طبعا الجمرات هنا في هذا المبنى. كم دور؟ 4 أدوار. أعداد كبير ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله وصلنا إلى موقع الجمرة الصغرى، حنرمي فيها 7 ثم نتوجه إلى الوسطى ونرمي فيها 7 ثم نكمل إلى الكبرى ونرمي فيها 7. الترتيب مطلوب، لابد من الترتيب، ما يصير أنك تبدأ في العقبة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، لابد من الترتيب. العدد كبير جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. يا رب الله يهيئ لنا وننتهي من الرمي بأقرب فرصة بإذن الله تعالى. رمينا الآن 7 في الصغرى وهذه الوسطى أمامنا، والآن متجهين إلى جمرة العقبة الكبرى، حنرمي 7 وكذا نكون انتهينا من أول أيام الرمي. فحيبقى لنا إن شاء الله بكرة وننتهي، لأنه نحن متعجلين. 7 × 7 × 7 21 كل يوم. بعد ما انتهينا من رمي الجمرات الآن حنتجه إلى مسجد الخيف عشان نحقق المبيت إن شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. خلاص احنا الآن انتهينا من الجمرات كلها ووصلنا إلى مسجد الخيف. طبعا مسجد الخيف عن الجمرات مسافة قريبة، تقريبا يمكن أقل من 2 كيلومتر. I'm going to go to the next one.